بين لنا جماعة من فضل الصلاة على المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم في كل وقت كان وفي أوقات مخصوصة، ليلة الجمعة ويوم الجمعة، فهو من أفضل الأعمال. حتى قال أهل العلم الاشتغال بالصلاة على النبي أفضل الأعمال، إلا السور التي وردت في ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة، مثل سورة الكهف وسورة الدخان ومثل سورة آل عمران يوم الجمعة. وإلا فالاشتغال بالصلاة على النبي من أفضل الأعمال في تلك الليلة وفي ذاك اليوم لأمره بذلك عليه الصلاة والسلام. فينبغي أن يعتنى بالصلاة على النبي في هذا الوقت خاصة، في بقية الأوقات عامة. في سنن الترمذي يقول: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. قالوا: ولم يرد من الثواب في شيء من الأعمال كما ورد في الصلاة على النبي، فإن للمصلي عليه بالمرة الواحدة 10 صلوات من الله تبارك وتعالى. قال: فإذا قبل الله ذلك فإن صلاة واحدة من الله عليك إذا وضعت لك في كفة الحسنات رجحت بها الكفة. صلاة الله تبارك وتعالى إذا وضعت واحدة يترجح الكفة بيقين. هذه صلوات رب العالمين جل جلاله وتعالى في علاه. ولذا قالوا: لا يجمع الإنسان على الوصول إلى الله ويسر له الوصول إليه ويسر له الشيخ الذي يوصل إلى الله مثل الصلاة على النبي محمد. فإذا أكثر منها ومن الاستغفار يسر الله له الوصول إليه ويسر له الشيخ الذي يأخذ بيده ويوصله إليه جل جلاله. هذا معنى قولهم إذا قالوا المربين إذا قال المربون فإن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تربي صاحبه، يعني تكون سببا لسرعة وصوله ولدخول بأحد من شيوخ عصره يأتي إليه ويدخل ببركة الصلاة على النبي محمد من أثر رحمة الله للإنسان، لأن يصلي على من صلى على نبيه بالواحدة 10 صلوات صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد كنا يحضر بعض الشيبان معنا في المجالس في البيضاء يقول للناس: واحدة بعشر، يحثهم على الصلاة على النبي محمد، كل ساعة يرفع صوته يقول: واحدة بعشر، واحدة، يعني صلوا مرة واحدة يصلي الله عليكم 10. وبعد أهل البلد رأى النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب ويلتفت إليه يقول له: واحدة بعشر، واحدة بعشر، صلى الله عليه وآله وسلم. فرح من نشره للصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. وكانت منتشرة هنا عندنا في المجالس وفي الأماكن وفي الطرقات، من حمل جنازة يقول: صلى الله على محمد، من دار بما يقول: صلى الله على محمد، من دار بالدخون ينبه الجاي يقول: صلى الله على محمد محمد، وهكذا من تناول شيء صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه السنن تحتاج إلى إحياء وإلى تقوية إلى إقامة. والذين ينشرون الصلاة عليه بين البرية يكونون من أقرب إليه، من أقرب الناس، لأنه لهم ثواب كل من صلى عليه بسببهم. إذا ذكروا الناس بالصلاة على النبي قال: صلى الله على محمد، صلوا على النبي، قال صلوا لهم مثل ثوابهم كلهم، لأنه اللي ذكرهم بالصلاة على النبي، فيعلو بذلك قدره عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.